الجامعة السورية الخاصة اليوم تحتفل بالباقة الحادي عشر للتخريج، الدفعة الحادي عشر من خريجينها. بالنسبة لخريجي كلية الطب هي الباقة العاشرة. الحقيقة كلية الطب والكليات كل الكليات في الجامعة السورية الخاصة دائما أخذت مواقع متقدمة على مستوى الجامعات الخاصة. شعور تخرج هو شعور كتير حلو بعد تعب بعد جهد كتير كبير، يعني هو يوم مميز حتما بحياة كل إنسان، هو يوم بيمرق بينسى فيه تعب الماضي كلياته. هلأ دراسة طب الجامعة السورية الخاصة مثل أي جامعة بشكل عام. هلا نحن مختلف بقوانين تانية، انه في عنا مواد لازم تكون بالانجليزي. هلا شغله حلوه عنا انه نحن عددنا قليل مقارنه مع جامعه دمشق، فالتدريب السريري بالمشفى هو اسهل بالنسبه لنا، انه نحن وقت عم نفوت على المريض عم نكون عددنا اقل، فالكميه المعلومات عم تستوعبها اكثر.